بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا العظمى تقطع بخطى ثابتة نحو الأمام. تركيا التي حققت نجاحات مذهلة في قطاعات مختلفة، ها هي هذه المرة تخترق الجبال وأسفل البحار. نتعرف مع حضراتكم إلى الإنجازات الكبيرة من خلال الأنفاق التي أعادت رسم خريطة الطرق بتركيا على مدار 19 عام ماضية، هي زمن الحكومات التركية المتعاقبة والتي شكلتها العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. لمتابعة ما يتعلق بهذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إذن 19 عاما أنشأت الحكومات التركية المتعاقبة 364 نفقا بإجمالي طول 567 كيلومترا وبتكلفة وصلت إلى نحو 64 مليار ليرة تركية، حيث انتهجت حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002 في تركيا خططا تنموية ضخمة من أجل النهوض بمستوى البنية التحتية لديها من خلال بناء الطرق والجسور والمطارات والموانئ والأنفاق في شتى أنحاء الجمهورية التركية، وذلك لتوفير شبكة نقل ومواصلات حديثة ومتشعبة لتحقيق رؤية 2023 التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصب عينيه من أجل النهوض بتركيا واقتصادها. ولم تقف لا الجبال ولا البحار عائقا أمام مده لشبكة الطرق لوصل المدن والقرى التركية ببعضها البعض، وبنفس الآلية التي بنيت بها الجسور فوق البحار والوديان اخترقت الأنفاق بطون الجبال وامتدت تحت المياه واصلة ومهيئة أكفأ الخدمات اللوجستية وأفضلها ثمنا. يوم الثلاثاء الماضي شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه الرسمي على تويتر تغريدة استعرض فيها من خلالها عدد الأنفاق التي بنتها حكومات العدالة والتنمية المتوالية بعموم تركيا خلال 19 سنة الأخيرة منذ توليهم السلطة في عام 2002، وديت صورة التغريدة التي نشرها الرئيس أردوغان على حسابه وكثير من صور الأنفاق أو أبرزها على صفحته. عدد الأنفاق 364 نفقا بنيت أو شيدت في 19 عاما، وتضمنت تغريدة أردوغان بيانا يشير إلى معلومات حول عدد الأنفاق التي جرى إنجازها بين عامي 2003 و 2021 وطولها الإجمالي وتكلفتها، فضلا عن توضيح عدد الأنفاق التي يجري بناؤها حاليا وستدخل الخدمة في الأعوام المقبلة قبل حلول مئوية الجمهورية الأولى عام 2023. وكتب أردوغان على حسابه في تويتر: اخترقنا الجبال وعبرنا البحار وافتتحنا 364 نفقا بطول إجمالي 567 كيلومترا في آخر 19 عاما وأدخلناهم في الخدمة لبلدنا وأمتنا، وأضاف: سنواصل تحقيق أحلامنا من خلال سياسة العمل والخدمة لدينا. وأشار الإنفوجراف البياني إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء 364 نفقا بين عامي 2003 و 2021 بطول 567 كيلومترا وبتكلفة وصلت إلى نحو 64.9 مليار ليرة تركية. كما أوضح أن طول الأنفاق في تركيا ارتفع من 50 كيلومترا عام 2002 إلى 617 كيلومترا عام 2021، وبينما انتهت أعمال إنشاء 12 نفقا بطول 27 كيلومترا العام الجاري 2021، تتواصل أعمال الحفر والبناء في 108 أنفاق بطول إجمالي يصل إلى 431 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى قرابة 49 مليار ليرة تركية.
وفي النهاية لفت الانفوجراف إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 470 نفقا بإجمالي 647 كيلو مترا لخدمة حركة المرور في تركيا بحلول عام 2023. أنفاق مدن البحر الأسود. خلال السنوات الأخيرة عززت منطقة شرق البحر الأسود بشبكة طرق وأنفاق حديثة ومتشعبة تصلها مع بقية المدن والقرى التركية، فضلا عن ربطها بشبكة تركيا اللوجستية من موانئ ومطارات ومحطات قطار، وذلك لزيادة نمو التجارة والسياحة والصناعة والنهوض بحركة المرور في المنطقة. ولأجل ذلك امتدت الطرق السريعة واخترقت الأنفاق بطون الجبال على طول ساحل البحر الأسود شمالي تركيا. فبعد نفق أوفيت الذي دشن عام 2018 رابطا بين ولايتي ريزا وأرزروم بطول 14.35 كيلومترا، ينتظر أن يفتتح نفق ينزيغان داغ بطول 14.5 كيلومترا والرابط بين ولايتي طرابزون وكموش خانة العام المقبل. والسبت الماضي افتتح الرئيس أردوغان نفق سالارها في ولاية ريزا أقصى شمال تركيا، النفق الذي بلغ عمر حلم إنشاؤه 70 عاما. وأشار أردوغان في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إلى أنه بفضل النفق الجديد ستخف حركة المرور داخل المدينة، إذ قلت المسافة من 14 كيلومترا إلى 4.5 كيلومتر فقط، كما تقلصت مدة السفر من نصف ساعة إلى 5 دقائق عبر النفق الذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات. أما الأنفاق التي شيدت تحت مضيق البوسفور فمنها النفق الشهير أوراسيا، حيث يعتبر نفق أوراسيا أول نفق مخصص للسيارات من طابقين يمر تحت البحر في العالم. يربط النفق الممتد تحت مياه البوسفور الذي افتتح نهاية عام 2016 بطول 14.5 كيلو مترا بين الشقين الأسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول. وستعمل الشركات التي أنجزت بناء نفق أوراسيا البالغة تكلفته 1.245 مليون دولار أمريكي على تشغيل النفق لمدة 24 عاما وخمسة أشهر، وبعد ذلك سيصبح ملكا لوزارة النقل والمواصلات التركية. ويقلل النفق الوقت اللازم لعبور الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة بين شقي مدينة إسطنبول إلى 15 دقيقة فقط. وخلال فترة بناء النفق جرى توظيف 1800 شخص بشكل يومي، كما شارك في المشروع قرابة 500 شركة محلية وعالمية، فيما ضخت نفقات البناء في عامها الأول نحو 1.2 مليار ليرة في الاقتصاد التركي. أما نفق مرمراي فقد بدأت أعمال الحفر في نفق مرمراي تحت مضيق البوسفور في أغسطس عام 2004، النفق المخصص لمرور المترو الذي يصل آسيا بأوروبا، حلم تركيا البالغ من العمر 153 عاما. منذ أن راودت فكرة إنشاء نفق تحت مضيق البوسفور عقل السلطان عبد الحميد الثاني أول مرة عام 1860، وبعد 9 سنوات من بدء أعمال الحفر والبناء وتحديدا في الذكرى 90 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية الحديثة المصادفة ليوم 29 أكتوبر تشرين الأول 2013، جرى تدشين النفق للخدمة، فيما افتتح مترو مرمراي الواصل بين جيزي وهالكلي بطول 76.6 كيلومتر بشكل كامل عام 2019. وحسب بيانات وزارة النقل التركية فقد بلغت التكلفة الإجمالية لنفق مرمراي وحده قرابة 8 مليارات ليرة. وتستغرق الرحلة بين أوروبا وآسيا عبر نفق مرمراي الممتد تحت مضيق البوسفور بطول 13.6 كيلومتر 4 دقائق فقط، فيما بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر نفق مرمراي قرابة 406 ملايين شخص منذ افتتاحه حتى نهاية عام 2019. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد سلطنا الأضواء مع حضراتكم إلى هذه الإنجازات الكبرى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وفي ظل حكومة العدالة والتنمية الحاكم. نسأل الله أن يحفظ تركيا والرئيس أردوغان وأن يوفقهم دائما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.
دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.